سماكم الخوص كديرين بخير لاباس صباحكم مبروك. المهم اليوم غادي نتكلم لكم على غادي نمشي نصاوب واحد المشكل عندي في الطوموبيل اللي هو ملي كندور الكيلون وداكشي كتبدا تسمع طرق طرق واحد الطرطيق كيتسمع و السبب ديالو هو واحد لورماش ديال لي زامورتيسور. هانتوما الى قدرتو تسمعو كما لاحظتوا الاخوه راه كاين الطرطيق ديال هادو وحنا نمشيو نشوفوا كيفاش كيتصاوبوا كيديرين ومن يحيدهم المعلم غادي نوريكم المشكل هذا ما قبل ان شاء الله وما بعد. وانتم كما كتشوفوا الاخوه احنا غاديين بالسياره غاديين بها عند المعلم بيان سور الصباح بكري باش يلاه توجد. هذه السياره ديالنا من نوع بيجو فيبر 2014 مخيره يا اخي في الخدمه عائله وخدمه واقتصاديه في استهلاك الوقود 4% وصغيره في ستاسيونمون وبزاف المزايا. هانتوما الاخوه احنا وصلنا تقريبا عند الكراج الصحراوي خبره ديال 50 عام في البنوماتيك. الى عندك مشاكل في البنوماتيك جيبها عنده. ها هو عياده العجلات كلينيك بنوماتيك. دابا نخلي لكم لادريس اكزاكت في الديسكريبسيون. هما الاخوه خدامين فيها ان شاء الله يحيدوا البياس لي خصني نجيب نوريكم الحاله ديالو والفرق ديالو بين البياس القديم والجديد. الديفون الناس كان من هاد الرومة ديال سمع هادي كتكون بيم هنا تيكون من تحت لامورتيسور ومن الفوق الكاروسري ديال الطوموبيل كتكون هنا وتكون من هنا من التحت. هذه هي اللي فيها داك التقرقيم نجيبها على مختصر هو كتكون بحال هكا. وكانت عندي تا لاسيستي ثقيله جينا البياسة الجديدة ونلاحظوا الفرق. هاي البياسة الجديدة جات هاي قطار ما يوجع صافي. دابا غادي نعطي الاخوة غادي يركبوه. نجبنا البياسة القديمة الأخرى ها هي. شوف شوف العوجي قديم كوانسي ما كتدورش كاع كيدور على سيستي عبزز. هادي هي الركبة
ديال لامورتيسور، تكون راكبه في لامورتيسور من الفوق باش كدور لاسيستي. هاي دابا الطوموبيل قربت سالي صافي، يجمعو لها هنا غادي يخرجوها من هنا وغادي يجيبوها هنايا باش تعبر في الميزان ضروري، غتجي هنايا في الحفرة باش تعبر من الميزان باش ما تبقاش تهرب على اليمين ولا على اليمين. هاي الطوموبيل خارجة من هاد الجهة ديال ريباراسيون، وهاي غادا تمشي للجهة ديال العبار، غتمشي تدخل تما باش تعمر. السيد تكنيسيان هو اللي صايقة، 50 عام ديال الحرفة ديال الاكسبيريونس. السلام عليكم الإخوة، كي دايرين بخير لاباس؟ المهم راه تصاوبات السيارة راه غادي نبيعها دابا. اللي بغيت نقول هو بالنسبة ل نتمنى هاد الحلقة ديال صيانة السيارة تكون عجباتكم، و ما نكرهش كيما دار واحد السيد قال لي ندير حلقة على اللي يلاه شاري موتور جديد وباغي اشنو النصائح اللي تقول لينا عليه. ما نكرهش تنتوما اي حاجة بغيتو تعرفوها ندير البحث ديالي لف اي حاجة تقنية اي حاجة هذا وندير حلقة عليها، سواء في المطار في الطوموبيلات في اي حاجة في التليفونات اللي بغيتو. ديروا لنا غير كومونتير بداكشي اللي بغيتو، وانا ان شاء الله ندير لكم حلقة على الموضوع اللي طلبتو. هاي السيارة هي من بعد ما تصوبات وتعبرات والبياس كامل كل شيء، جات تقريبا بالعبار بكل شيء بالبياس بالخدمة، جبناها مع 8 الصباح ودابا خديناها هاي مع الجوج، يعني كانت فيها شوية تمارة. تصوبات في التوتال ب 460 درهم، 460 درهم وهاي الحمد لله ناضية. هادشي اللي كاين. اللي بغيت نشير ليه عندي واحد المسألة أخرى، بغيت طرا ليا واحد الحادث يومين هادي، كنت غادي على رجليا، هانتوما فيا واحد الجرحة خايبة. كنت غادي على رجليا وضرباتني واحد القصديرة مصدية. من بعد ما ضرباتني قصديرة مصدية درت ليها، كنت هاز معايا الكول معقم درتو ليها سير بلاس، ومن بعد ما درتو ليها مشيت للفارماسيان على اسرع وجه، شريت البرا ديال التيتانوس وعطاوني سرنج ديال الانسولين ديال 5 مليليتر، وهذيك درتها ودقيتها راسي بوحدي في الكرش ديالي. الله يستر. نصيحة اللي نقول لكم، اي ضربة بحال هكا بشي حاجة مصدية حاولوا تداركوها دغيا قبل ما يتفاقم المشكل. هاي الجرحة دابا راه بدات كتجمع، دابا خصني ندير ليها شي حاجة ديال سيكاتريس. ايوا الله ينجيكم كاملين، وما تنساوش تابوناو عندنا فلاشين الى عجباتكم،
وديروا بارتاج مع الاصدقاء ديالكم اللي كيتعم الفائده. ايوا نهاركم مبروك الاخوه، وشكرا على التتبع.